هذه حرب ولا مجال للحديث على حقوق إنسان في الحرب. معناه لهنا أنا راني ضد باش نحكيو في الإرهاب على حقوق إنسان، هم اللي أعلنوا الحرب. تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. يعاقب بالسجن مدة 8 أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصاً للتعذيب، وذلك حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها. يعاقب بالسجن من 1 إلى 3 أعوام وبخطية من 1000 إلى 5000 دينار كل من يحرض مباشرة على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الاغتصاب. لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع.